السلام عليكم. كثير من النساء الحوامل يتجنبون علاج أسنانهم خلال فترة الحمل، معتقدين أنهم بهالطريقة قاعدين يحافظون على الجنين. اللي ما يعرفونه أنهم بالعكس بتحملهم لألم الأسنان وتحملهم للالتهابات اللي قاعدة تصير خلال فترة الحمل بالعكس قاعدين يضرون الجنين. شلون؟ تحملك للألم قد يسبب أنه تولدين ولادة مبكرة بسبب التقلصات اللي تصير مع الألم، وكذلك التهابات الأسنان اللي قاعدة تصير أو التهابات اللثة، البكتيريا هذه ممكن تنتقل إلى الجنين وتسبب له أي مشاكل. فيفضل الحين مع التطور الطب وتطور المعدات اللي هي عندنا أنك ما تأجلين أي شيء تحتاجينه خلال فترة الحمل، وتراجعين طبيب أسنانك بانتظام.